السلام عليكم. محرك بحث خطير للذكاء الاصطناعي، تقدر تكتب بيه حاجات كتير قوي. طيب على سبيل المثال، خلينا نعمل سيرش على حاجه معينه، عايز يعمل لي كود عشان يعمل لي اكسبورت للاي اف سي. اعمل سيرش زي جوجل اهو بالشكل دوت، لكن لو دخلت في الشات هتقلب شات جي بي تي ويبدا يكتب لك الكود بالشكل دوت. خلي بالك ان هو انا يعني تقدر تكتب بيه عشرات الاكواد، يعني ممكن تقول له عايزها بالجافا سكريبت، عايزها بالسي شارب، عايزها بالفيجوال بيزك، وده حاجه خطيره جدا. يعني هقول لك ايه، بس المبرمج بيعرف 3 لغات 4 لغات، ده معاك كل اللغات تمام، وتقدر ان انت تخصص تعمل بين هاي نورمال وهكذا. ممكن تقول له انا عايز تكتب لي كود داونلود نيد كود، نيد كود تو داونلود فيديو فروم فيسبوك مثلا باي جافا سكريبت، وتاني مثلا و بايثون. تقدر تعمله ب20 لغة، مفيش أي مشكلة خالص. تمام، كتب لك الكود اهو بتاع جافا سكريبت والبايثون، برضه ممكن نخليه يكتب لنا كود البايثون تمام، والسي شارب برضه ممكن تقول له انا عايزها فيجوال بيزك، عايزها كذا. ف حاجه رهيبه. هل ده هيقضي على المبرمجين؟ لا، ده هيساعد المبرمجين بس هم يستخدموها صح ان شاء الله. انا هبدا اعتمد على محرك البحث ده اكتر من جوجل، لان هو هيفيدني كتير جدا في حاجات كتيره. تمام، بيقول لي تخيل اي صوره وهو هيعملها لك. طيب انا عايز اتخيل مثلا كاتس بلاي ويز اليفانت، ماشي، ونخليه يتخيل لنا الصوره. فجاب لي الصورة بالشكل دوت. طبعا زي ما شايفين في حاجات كتير جدا في الموقع ممكن تسهل الشغل، وخصوصا على المبرمجين. في حاجة اسمها يو رايت، يعني انت بتكتب ايميل او كذا هو يعيد صياغتها بشكل احسن. تكتب اللي انت عايزه وتختار هل انت عايز تكتب باراجراف ولا بلوج ولا ولا ولا، وعايز اللهجة تبقى فريندلي ولا ايه، هو يظبط لك المقالة اللي انت عايز تكتبها.